زين هسه اللي موجودين هنا بالبدايه شنو اكثر شيء مشتاقين له وشنو اكثر شيء تحبون تسووه بعد ما ينفتح الحجر المناطقي والحجر الصحي؟ الحجر المناطقي راح يطول 14 يوم والحجر الصحي لحد هاي اللحظه الخبر موجود انه الحجر الصحي العفو 8 ايام ورا العيد. إيه بشرفكم، هذا تعليق كلش مهم. أهم شيء فكروا بغيركم ولا تفكرون بنفسكم. بشرفكم فكروا بغيركم. طاح حسك جدي بس بالتمثيل لا. طاح حسك؟ زين أنت تحسني. مشتاقين لدوام بجامعة امتحانات وكل شيء سكاكة. هذا منو هذا؟ هاي ابني تقول مشتاقين للدوام. والله يرجع الدوام. ترجع الحياة طبيعية بس خلينا نحضر هاي الفترة. هي يعني ايام لا اكثر ولا اقل. وساميها ما راح اقول لك مشتاق لك ولا راح اقول لك اي شيء، يعني الحقيقه انا مشتاق لك. انا اروح للزياره ان شاء الله يا رب ترجع حياه طبيعيه وترحون اقاربكم الاحبابكم الناس اللي تحبون تشوفون. انا اي سحرت والله ما طالع صار لي شهرين. الله يساعدك والله. سام الحياة راح ترجع طبيعية إن شاء الله. إن شاء الله. يعني هاي أنا ما أعرف شنو أجابك. لا صورة جديدة مو العادية. والله شنو؟ مشتاق لزوجي. إن شاء الله يا رب ترتقون وترجع حياتكم طبيعية. تقول حبل ما له دوم. اوكي شكرا. من استعجل بتجمعات ومناسبات لازم نضل بحذر والا يرجع الفرض. يعني حتى اذا انفتح الحظر مال التجول اعتقد هي اسلوب الحياه لازم يتغير عند الكل. لازم تعرف انه هسه انت هسه احنا كنا عرفنا الاشياء اللي تقوي عندنا المناعه. من صارت اكرانا عرفنا انه الاشياء اللي تقوي المناعه ان انت تاخذ فيتامين سي، البرتقال مهم، الليمون مهم، السمك مهم. فانت لازم تعرف ان هاي الاشياء تقوي عندك المناعه. عرفناها شو وقت؟ عرفناها ورا كورونا. بعدين عرفنا انه انت حتى تدير بالك على نفسك وتدير بالك على صحتك انه انت لازم تلبس جفوف وانت لازم تخلي كمامه، لانه اصلا احنا قبل كورونا من كان المصانع والمعامل والناس بالشارع والسيارات والتدخين كان اكو تلوث بيئي. هسه طبقه الاوزون، فتحه الاوزون رجعت بدها تنغلق وهواية اشياء صارت بالبيئه تحسنت. وراح تشوفون انه الصيف تاخر يلا اجى، يعني الجو بالليل بارد. ليش هاي؟ لان العالم ما صارت هاي الحركه اللي بالشارع ولا المصانع مشتغله ولا المعامل مشتغله. بس بيوم اللي ترجع الحركه وترجع الاشياء مفتوحه انت لازم تعرف انه انت لازم تلبس كمامه، لازم تلبس جفوف، حتى تحافظ على نفسك وتحافظ على عائلتك. ان شاء الله يا رب كل العراق ما بيه كورونا، مو بس صلاح الدين. بس مسح الكاميرا يا بتدلل. اصبر هاي مدة وصل، خلي بالكلينس شلون يعني. طيب. الله قد حلو طلعت. يا ما طلعت هاني من دار نفسي. زين ايش دا يصير؟ وين؟ بس دعني سني سني بس لا اريد ادرس حتى اصير ممثل. حاليا انا بالثالث متوسط. ان شاء الله يا رب تتخرج من الثالث متوسط وتفوت معهد فنون جميله وان شاء الله تصير احسن ممثل. سام تستاهل نحطك رئيس منظمة الصحة العالمية. حبيبي اشكرك. انا مو طبيب ما اعرف. انت محامي بالطب. انت معدل. انت معدل. محترم نفسك. ابو شجاع اللي بالتحرير لو ابو شجاع اللي بالجامعة. ابو شجاع انا اعرف اثنين ابو شجاع. ابو شجاع كان جاي بالجامعة. ابو الامنية مال الجامعة. كان مدمرني لازم البزي
ابو شجاع اللي بالتحرير هم مدمرني، هم اخذنا فتره بساحة التحرير ابو شجاع واحد ابو مشاكل 24 ساعه رجعه من الساتر. احمد صبيح العلم، علم من اعلام منطقه الحريه، هو وكاظم الساهر وعقيد موسى وعلي نجم. عندك اخوان؟ ايه عندي اخوان. ليش قاعد بالمطبخ؟ هسه خلصنا سحور. اعتقد اني اللي الاشياء اللي بدي احكيها حكيتها يعني، بعد ما عندي شيء. هي مش سويت لك وكل كلور اعتقد. ما عندي بعد موضوع بصراحة يعني، خليني انه ابقي البث، ولا عندي يعني هذا الدافع او الحافز انه يخليني اصعد وياي واحد بالبث، لان انا كلش ضجت من الولد. يقول سؤال، اسأل حبيبي واجابك. ضجت من الاعداد مال البارحة انه احنا وصلنا 150. اي بس اليوم الموضوع غريب وسام. هو اوكي اليوم 40 حاله، اليوم 57 40 57 عمي روح 57. زين ليش هاي الطفرات؟ هو حتى اللي قبل 150 هسه انا بالاخير اكو جهاز ودا يفحص العالم. جت فتره واحد واثنين وسام ما اعرف، بس انا الرقم البارحه كلش رعبني انه 45 حاله بالرصافه و45 حاله بالكرخ و30 مدينه الطب. الموضوع ما يعني مو سهل، الموضوع ما يحتاج يعني، مو مال نستهين بيه. حبوي اتمنى اشوفك بعد هذا. منو قدامك؟ حجي. حجي حجي اتمنى اشوفك. على راسي. شكرا ست وسن، تحياتنا لك الاخت والصديقه العزيزه. شبيه شالوا لحيتي؟ بسبب كورونا، واعتقد كلكم شفتوا الدوري الالماني بين الصحفيه وبين اللاعب اللي تسوي له لقاء 4 مترات. الموضوع مو بهالسهوله هاي رجاء يعني. شنو اشاعات؟ احنا ليش نقتنع ان العالم يعني، ما اعرف احنا ليش نفكر ان العالم كله دا يسوي سالفه علينا؟ ليش يعني؟ ما العالم كله متعطل بسبب كورونا، ليش بس احنا نقول اشاعات ومو صحيح ومو حقيقي؟ لا الموضوع خطر ومو بهالسهوله هاي اخي. يا مظاهرات يا متظاهرين، رحم والديك. اوكي نفس الوقت احنا ده نحكي بموضوع كلش مهم، وانتم بتفكرون باشياء ما اعرفها. يعني واحد يقول لي سوي دور شخاطي، واحد يقول لي سوي ما. احنا ده نحكي بكورونا يا معودين، كعالم ده تتمرض، هذا عطس يمي يمكن بيه بهاء يعني. زدت انا يعني صاحب العالم، انت تعطس هنا يعني خلصت الاماكن؟ الولد ليش يعني والله حلو. هي على عين راسي ما تعطس، هي يعني عرافه يعني العطس. صار يوم هي حبيبي، وهي يعني هي تغيير جو. صار يوم بيه عرافه مو عطس. ها العطس؟ العطس والقح. قح سعال يا معوض. وقع سعال. كوفيد يا شاطر. العطس نادر. اي المهم يسوون شنو قبل العطس 30 مره؟ هي مره واحده هو نادر. ها انت حاسب لي؟ انت هم خايف. ها الو يا بعدنا واحد حاسب ليه بالكم يعني، هو هذا مو عطس نادر يا ابو. هي هسه فتره تغيير جو يا اسامه، لا فتره تغيير جو. عمار عبد الجليل يقول فحص بهاء. والله يا ابو طه لازم نفحص بهاء يعني. بهاء فشني بشرفك، هاي صار لي يومين انصح العالم كورونا واخذوا حذركم والتزموا بالحجر، رجع عطس هنا يعني. انت الشركه كلها
ضاقت بعينك هنا تعطس الا بالبيت اللي بالبيت يدخل طف البيت ما بدنا نأزم الموضوع انت مصداقيه مصداقيه الكلام مصداقيه طافك تفكت يعني بش والله ما ادري صفونه صفونه قلنا بطاقه العالم عايز خوف على قولة حسين والله يعني العالم عايز خوف إلا بطاعة سخونة الولد كلهم المونتاج لطفة بالحجة ده الزنا طبعا ما أخذ كل الإجراءات الوقائية يعني وين التعقيم مالتي ماكو ما بي لا بي أنا ومن أطلع من المكان اللي أنا بي ألبس الشفوف والكمامات يعني وما أختلط بالعالم وما أبوس وهذا أسلم هيجي دبور كاتب ما قريته ما لحقت عليه ذا كاتب والعطسة عمر جليل جل العطسة عمر جليل عمر جليل لا بلطف الحجر لطف الحجر كذا ولا يعني احنا عندنا هواية موظفين من بها هسه باكر راح ندز العينة مالته مدينة الطب و واحد بالحجر لطفي. محمد لطفي احنا اصلا دازين الحجر طبعا كل ضروره الالتزام سر الله حبيبي سر الله انا احكي بكورونا انا ونعم بالله قل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا يا اخي بس الحذر واجب انت مو تودي نفسك للتهلكه والله قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا عندك علم هواي المصابين ما صار عندهم عوارض اعراض قصدك هو قال عوارض ايه زين والله تخبرنا هسه اللي بي انا بكتها بكتها كان اكو بس ناقد كان اكو الهجره الله اكبر 2013 انه انت تهاجر لليونان بحر ايجي هيدا هي قد المسافه 30 او 20 دقيقه يمكن بلانش فاصدقائي طلعوا بكتها انا كنت عايشه بتركيا فقلت لهم ما اعرف اسبح وهم يصعدون 40 و60 واحد بلانش كلش صغير يشيل 3-4 نفرات فقلت له ما اعرف اسبح قالوا يا بقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا انا ما رحت وياهم انا قلت له اوكي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا بس بنفس الوقت انت لازم يعني الله طالع عقلك انا مو اصعد وي 59 واحد بمكان يشيل 6 نفرات وصديقي غرق ومات يعني هو ما اعرف يعني انا ونعمه بالله بس اخب اكو شيء بالعقل اكو شيء بالعقل انت لازم تاخذ يعني اوكي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وانا العب طوبه على سريع محمد القاسم ما يصير بي شيء ما تدعمني سياره ما تشوفني مو هيك شيء انت لازم تاخذ حذر واخي ابوس ايدك مو الك انت ما مهتم وضارب الدنيا بعرض الحائط بس على مود اهلك على مود عائلتك اوف اوف قل لن يصيبنا الناس مصممة ماكو كورونا ما تتخبل ماكو يعني ماكو ايه هم ما اعرف ليش ها زلفك شان خنجر ذا سلم عليك انجرح اوكي ايه المشكلة كل صح اخوي المشكلة لحد هاي اللحظة الناس تقول كورونا كذبة اخوان والله مو كذبة والله العظيم مو كذبة الموضوع مو كذبة شنو ردك على عيد ميلاد اللي صار يمنا بالطوبشي والله انا خير شخصيا عليك ما اعرف ارد ما على عيد ميلاد يعني اكيد هو اي شيء غلط اي مناسبه غلط انا عمي توفى بالفتره مال الحظر الصحي صح هو ابن عمي هم توفى بالفتره مال الحظر الصحي صح بالحالتين احنا ما سوينا عزاء ما سوينا عزاء لان هو انت المشكله مو بس منظمه الصحه العالميه ولا خليه الازمه اللي بالعراق حتى المرجعيه قالوا لا تسوون شو اسمه يعني لا تسوون تجمعات سواء عزاء او فرح يعني الموضوع مو بهالسهولة هذا وسام ماخذيك صورة بالنجف فضجت عليها ليش والله مثلكم وحالي حالكم أنا مو ما كملت لك عيد ميلاد وبالعيد ميلاد مصاب وعزم الدنيا كلها والله يا حسود ما أعرف شو أقول لك يعني بشرفك أنت منطقيا أنت هذا شيء يعني شو تريد تحكي إياه اللي هو اصلا يعرف نفسه مصاب او حتى لو ما يعرف نفسه مصاب انت الها داعي اصلا تعزم العالم وتسوي لك عيد ميلاد ترى حتى قديم عيد ميلاد والله العظيم يعني تجيب هدايا وفضل حتى تجيب هدايا والله العظيم والله العظيم انا من الناس
اكثر يوم يحزنني هو يوم عيد ميلادي. يعني شنو واحد يفرح وهو كبر سنه؟ اي والله هو اكثر بالموت اكثر. يعني والله العظيم انت عمرك 22 سنه شو عيد ميلاد على اساس انا اللي مسوي تحتفل من عمرك 23 تحتفل من سن عمرك 25 تمنيت مرور السنين ونسيت انها من عمرك. طيب موسيقى حزينة هاي السفينة مو موسيقى حزينة السفينة هاي دين 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 دين. ميروان يقول كم تمنيت مرور السنين ونسيت انها من عمري. قلنا سعدناهم سعدناهم يلا وجهك كبير ليش اخاك تطلع بي والله تطلع لا ما اعتقد الفيديوهات الفيديوهات او الاشياء اللي تنتشر ما سعدون الساعدي هي بهاي الفتره ما اعتقد ما صمون 10000 لان يكتبون ما اعتقد بهاي الفتره ما اعرف ما اعتقد واذا هي بهاي الفتره فاتمنى ان هم ياخذون حذر يعني يعني شو تسوي للعالم انت المشكله كعالم ما يعني ما يقتنع من تقول يا ابي ترى كورونا يا يقول لك هاي لعبه محمد يعني محمد مي بعدك فنان جميل علي فرحان حبيبي فدوى لعمرك مشتاقين تحياتي لك محمد يا صمون 10000 يا اصدقائي الموضوع طيب بسهوله هاي الموضوع لازم تاخذون حذركم احنا اهل الحريه كل فخره وثاني شيء هاي شلون تفرقه ليش بس احنا ست مناطق اخي بشرفك لا تدخل تفرقه وهاي هم سدوا سدوا المناطق انا من اني قاعد منطقه شعبيه ايه. من المناطق اللي انسدت انا وهسه انسد احنا كان سابق غير ندري بيها يعني اللي قال العالم منطقتك هسه قبل شوي عطست انا منطقتي انسدت لانه بيها بيئة مصابين انا منطقتي ما سددت زين اوكي شو اسوي انا والله اقول لا والله تفرق لازم يسدون شارع فلسطين هم شو العلاقه ناس ماخذين حذرهم وناس ملتزمين بالحظر وبالحجر الصحي ما صار بهم مصابات مشكل لا العام غير مسدين يا ولد محمد هذا ما موجود يعني والله يعني شلون قوه استنسخ لكم اياه محمد طلع صوره محمد اياد خلي اشوفهم اياه مو يمي والله انت عندك مشكله ما تطلع وجه محمد اياد شنو مشكله طالع محمد اياد هاني لا 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 هذا ميروان شلون شلون بالله المقوله مالتك ندمت على مرور السنين ولكنها من نسيت انها من عمري شيخ عشيره شلون طلعوا له خي صدق على وين ودي سلام انت اكثر شخص بالعالم ضحكني راح اشكركم اتابعك من امريكا بدت عايره على راسي اتشرف بيك والله اتابعك من امريكا ترى تبي تشرف بيك حبيبي انت كل اللي موجودين ما سمون من شارع قبل سبع اشهر شنو هم سمون يا ابي يقول لك صوت ماجد ياسين عمك هسه انا بالمستشفى ابويا وراسلك ايش بي انت بالمستشفى شعارات لو صدق اولا فرحان دزيت لك شو اسمه هذا صعود انت لازم توافق تصعد وياي المفروض